أدي فكرة الفرسان والأشخاص اللي ممكن يكونوا فرسان مش كتير عم نلاقيهم حالياً بمجتمعنا. اليوم معي من فرسان بيروت جيمي فياض، أهلا وسهلا فيك. حضرتك وكيل الإعلام باللجنة الإقليمية لفرسان بيروت، وحضرتك جوزيف بابادوبولوس نايب رئيس اللجنة الإقليمية لفرسان بيروت. كلمة فرسان ممكن تعني كتير أشياء، يعني ممكن تعني روح الفرسان، شخصية الفارس يمكن. فبفتكر هاللجنة أو هالفرسان اللي عم تشتغلوا ومعهم مشتقة من شيء محل معين أكيد. من هون. هي فرسان بيروت هي فرع إذا بدك من رابطة الأخويات. نحن منبلش فرسان، بعدين من عمر 6 لعمر 13 سنة، بعدين منصير طلائع، بعد طلائع شبيبة، وبعدين أخوية أم. نحن مختصين بالعمل مع الفرسان اللي هن الأولاد من 6 ل 13 سنة. العمل تبعنا بيقوم كل سبت باجتماعات دورية بالرعاية، وبنطلع مخيم صيفي كل سنة بشهر آب. نعم، ولكن ببعض الأحيان يمكن بيكون في شوية لغط على الموضوع، ومنفتكر إنه الفرسان هو بس فرسان الكنيسة، أي اللي بيشاركوا بالصلوات، بيتعلموا صلاة، بيشاركوا بالأديديس. يعني هل هالشي كمان داخل ضمن نشاطكم؟ إذا بدك النقطة الارتكازية للفرسان هي الشق الروحي، لأنه نحن اسمنا فرسان العذراء. نعم. بس أكيد هذا الشيء ما بيمنع أنه يكون عندنا نشاطات ترفيهية وسهرات، لأنه نحن أساساً نرتكز على السهرات للمخيلين اللي بيتبرعوا لنا تنعمل المخيم الصيفي. وأيضا يعني هالتأسيس أو هالتقسيم للجامعات أو للجروبات الأفريقية الصغيرة اللي معكم هي فقط بتكون حسب العمر؟ من 6 ل 13 سنه بيتقسموا جروبات. نعم. يعني بالرعايه كمان بيتقسموا حسب الاعمار حتى ما يكون في ديكالاج بفرق الاعمار، وبالمخيم كمان. هو المخيم اذا بدك تتويج لكل رسالتنا خلال السنه. نعم. لكن جيمي عم تتوسعوا بالنشاطات، عم بتكون نشاطات كبيره، عم تظهر شوي من نطاق الكنيسه، طبعا تابعين للروحيه ذاتها، مش ممكن يكون في تغيرات هون، ولكن كنشاطات اجتماعيه للاولاد وتربويه عم بتكون متعدده. شو عم بتكون نشاطاتكم بشكل عام؟ نحن منظهرون رحلات عادة، غير الرحلات مثل ما حكى جوزيف، في عنا هيدا المخيم الأساسي اللي عملناه صلنا جمعة. بهالمخيم عملنا كتير فيه أشياء ترفيهية للولاد. نعم. وكمان إذا بدك عملنا شيء جديد اللي هو الانترفيوز مع الولاد مع مشاهير. من بين هالمشاهير في ميشيل بوسليمان، لورا خباز، وفي كمان ماريو باسيل. إذا بدك الولاد انبسطوا كتير هالشغلة. كمان في شق رابع اللي هو كنا عم ننقل مباشرة على اليوتيوب كل السهرات دغري، يعني هي والسهرة عم بتصير، هي وعم بتصير الأهالي تيقدروا يشوفوا السهرات. شو هالفكرة الرائعة، كيف صارت وكيف يعني؟ هي نحن كنا مجتمعين وقلنا أنه الأهل كتير عم بيشتاقوا للولاد، ودايما عم بيدقوا لهم بدهم يتطمنوا وبدهم يعرفوا كتير هيك. سو قررنا نعمل شيء جديد اللي هو أنه ننقل مباشرة، هيك الأهل بيشوفوا الولاد من ناحية، ومن ناحية تانية منفرج شوي الإقليم كيف نشاطاته من عشية، ومن ناحية ثالثة اللي مش قادر يطلع بيكون عم بيشارككم أيضا الفرحة. يعني قد ايه كان هيك تأثير هالمشاهير اللي هن فكاهيين يعني شوي صح، هن عطون إذا بدك على الأولاد، إذا بدك عطون بوش أكثر، وعن رجعوا ذكرون إنه هن ليش فرسان، مش بس إنه جايين يتسلوا وجايين يلعبوا، وصلوا لهم مساج كمان. قد ايه كانت مدته؟ كل انترفيو 5 دقائق. والفرسان والمخيم؟ مخيم نحن 7 أيام من الأحد للجمعة. عم بيناموا فوق؟ صح، بيناموا كل الوقت فوق. يعني بيشبه شوي مخيمات الكشافة. عم نشوف هون الأجواء وبعض الصور اللي مغيرة طبعا بخلال المخيم، يعني بالنهار. هون عم نحكي عن نشاطات الليلية اللي صارت، ولكن بالنهار شو كان عم بيكون فيه؟ اكيد كان يبلش نهارنا بالترويقة اللي كلنا بنكون ناطرينها. من بعدها اكيد مين كان يحضر؟ لا، في عندنا فريق مطبخ. بعدين بلش نعوضهم على التنظيفات، كيف بده يكونوا هن حاملين مسؤوليه التنظيفات. من بعد التنظيفات نوقف وقفه روحيه مع موضوع روحي كنا محضرينه. من بعدها العاب. بيكون في ايضا مداخلات لرجال الدين او فقط المرشد؟ اكيد نحن عندنا مرشد بركريم، هو اكيد بكون حاضر على كل شيء. نعم. من بعدها في عنا ألعاب الغداء. من بعد الغداء عنا دايما الجرانجو، شفنا صورة قطعت جبنا لهم سوب فوتبول. كنا كتير عم نتسلى وكتير عم يتسلوا لدرجة أنه بحط 3/4 أصواتنا.
مثل ما ملاحظين مثل ما علي ينبح صوتنا على الاشياء الحلوه احسن ما ينبح على الاشياء البشعه. هلا نحن اقليم بيروت اساسا هو مؤلف من لجنه فيها 7 اعضاء. نعم. نبيل سعد هو الرئيس، انا نائب الرئيس، في عندنا امين الصندوق نادر طنوس، امينه الرساله وكيله الرساله وكيل الرساله سوري هو لويس تنوري، وكيله التنشئه ماري نوار، وامينه لا تتذكر. انا بدي اسال جيمي شو هيدا اللي عم نشوفه هون؟ اوكي، هيدا نحن اقليم بيروت كمان تنخلي البسمه، نحن كان تم السنه بالبسمه بتكمل الرسمه. نعم. تنخلي الرسمه على وجوه اذا بدك اللبنانيه، وخصوصا يلي فايتين على قلب بيروت. نعم. قررنا نعمل هيك مثل يافطه صغيره على جسر الدوره، سو حطينا اليافطه تبعنا. شو حلو. بالبسمه بتكمل الرسمه عن جد، لانه نحن بمجتمع ما بقى فيه هالضحكه وما بقى فيه هالرسمه يلي كل شخص يعني حلوه كثير. اليافطه رائعه، هي من تنفيذ الفرسان. نعم، من تنفيذ الاقليم بيروت يلي هو مثل ما قال لك في الرئيس نبيل سعد، نائب جوزيف بابوتوس، والولاد شاركوا فيها ايضا. الولاد لهم ايد اكيد. حلو كثير. تذكرت امينه السر مريانا الحاج. شو عم بيكون عندكم مشاريع هلا عم بتحضروها للشتويه؟ نحن في عنا هلا في العشاء يلي هو مثل كل سنه بيصير في عشاء، بيساعدنا للمخيم يلي هو بيكون في شوي جامع تبرعات. صح، مزبوط. نعم. في اشياء غير اي متى العشاء هيك لحتى اللي بحب يشارك؟ باول الصيف يعني بنعمله بجوان او جويه. في كمان بنعمل كاراوكي سهره، بنعمل عيد الفرسان يلي هو بيصير بتاني احد من ايار. نعم. بتحب تقول لهم شيء اليوم للفرسان اللي عم يحضرونا؟ اكيد جزيف. بحب اقول لهم انه نحن بنحبهم كثير، ولو ما هن موجودين اكيد ما كان في لا مسؤولين ولا لجنه اقليميه موجوده. وانا بدي شغلنا. نعم. لألهم. نعم. وانا بدي زيد شغله وبدي اقول لهم انه انتم الفرسان رح تكونوا انتم اساس المجتمع، فما تتركوهم وكملوا معهم بكل النشاطات اللي بيعملوها. يعني مجهود منهنيكم عليه. اهلا وسهلا فيكم. خلوا الرسمه على وشمون اكيد الكل. جوزيف بابادوبولوس اهلا وسهلا فيك، وجيمي فياض اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله بتضلوا بهالهمه. مشاهدينا بريك قصير ومنتابع. المهلة الدستورية لدعوة الهيئة الناخبة تنتهي اليوم من دون إصدار المرسوم والتمديد في حكم الأمر الواقع. الإفادات التربوية رهن التجاذبات السياسية بري تحت